حفل التخرج هو فرحة لا تعوض، لذلك فإن الملاذ واللجوء إلى حرم أبي الفضل العباس موضوع لا يمكن أن نتصوره لأهميته وعظمته. أقسم بالله العلي العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأكون من وسائل رحمة الله وأن أقدس حياة الإنسان وأن أحفظ كرامته وأبذل رعايتي للقريب والبعيد. يعني هو قضية القسم بحد ذاته هو شيء مقدس، أن تقسم بالمقدسات بأنك ستصون الأمانة وتكون وفي للوطن. سوف تكون المسؤولية كبيرة، سوف ينمو الضمير عند الفرد أو الشاب، قسم أن يؤدي أمانة الوفاء للوطن، الوفاء للدين، الوفاء للمذهب، الوفاء للشعب العراقي، الوفاء لعائلته، الوفاء لأصدقائه، لجاره ولكل أفراد المجتمع. طبعا راح تكون خطوة إيجابية في بناء شخصية الطالب المتخرج، وبالتالي سينعكس هذا كله على الصالح العام من خلال أداء المهام الوظيفية المستقبلية على أتم وجه. بصراحة الشيء المفرح بأننا نلمس توجها في العتبة العباسية هو لتأسيس جامعات رصينة، يعني ربما ما نحتاج إليه في هذه الفترة بالذات هو أن تكون جامعاتنا مبنية على أسس رصينة، أسس علمية رصينة وصحيحة. أعتقد من يشاهد تجربة العتبة العباسية في هذا الجانب وأمام هذه الجامعات التي نشاهدها يوما بعد آخر تزدان بها كربلاء، هي تجربة تستحق الفخر وتستحق الدعم. وصراحة إحنا كجامعات حكومية رصينة وعريقة نشعر بالامتنان للعتبة العباسية لهذا التوجه العلمي السليم والصحيح. الحقيقة هذا الحفل هو سلسلة من سلسلة الإجراءات التي تتخذها العتبة المقدسة في دعم فئة الشباب تحديدا والنساء على شكل خاص. الحقيقة عودتنا العتبة أنها دائما متميزة في إجراءاتها، في مناسباتها، في مبادراتها. كل عيون المجتمع الآن على مشاريع وجامعات ومؤسسات العتبة، وإن شاء الله إن شاء الله كل سنة نحضر هذا المبادرة وتتطور وتزداد الأعداد، لأني كلي ثقة أنه كل البنات الخريجات في الجامعات العراقية يحلمون أن يكون جزء من هذه المبادرة. مبادرة طيبة وعكست انطباعات جيدة ومدى الالتزام وبنات الكفيل اللي كان اليوم بهذه الحلة الجميلة والالتزام، سعداء بتخرج هذه الكوكبة من طالبات الجامعات العراقية. نزف لهم التهاني والتبريكات وأيضا إلى عوائلهم الكريمة بهذه المناسبة. هذول هم رصيدنا، أبنائنا وبناتنا، هذول قادة المستقبل. احنا إن شاء الله نصنع منهم قادة، واجبنا الشرعي والأخلاقي والقانوني أن نصنع منهم قادة حتى يكونون هم المسؤولين عن تطور البلد وقيادة إن شاء الله بالمستقبل. بارك الله بالعتبة العباسية المقدسة على هذه الخطوة المباركة ونشد على أيديهم. نجد في هذه الاحتفالية نمط غير تقليدي ونمط خارج المألوف. دائما الجامعات تحتفي بطلبتها، ولكن أن تحتفي العتبة العباسية بالعراق فهذا شيء جميل لبنات العراق، بنات الكفيل. هذه مبادرة حقيقة جمعت جميع الطالبات، أوصلت رسالة إلى الجميع بما فيها الجامعات أن هنالك رسالة
بجانب العلم، هي رسالة القيم، رسالة الأخلاق، وهي رسالة للاحتفاء بنهاية مرحلة والتشجيع ودفع بمعاني كبيرة للمرحلة القادمة بالحياة. فرحون جدا المشارك العتبة في هذه التظاهرة الاحتفالية المهمة، إن دلت على شيء إنما تدل على اهتمام العتبة بشريحة بناتنا الطالبات الخريجات، وحثهم على أنه يقتدون بالزهراء عليها السلام وتكون نموذجا لهم تقديم خدمة مجتمعية وخدمة علمية نتيجة تخرجهم في جامعات العراقية. شكرا لكل ما تقدموه، شكرا لما تقدموه لفئة الشباب وللمجتمع العراقي ككل، شكرا جزيلا. لا أجد إلا أن أقول لهم شكرا جزيلا، شكرا لأنهم خدام لزوار الإمامين، الإمام الحسين سيد الشهداء والإمام العباس. ونسأل الله أن يوفقكم ويرعاكم وفي ميزان حسناتكم دائما، ونحن في الجامعات العراقية الحكومية داعمين لما تقوم به العتبة على كافة الأصعدة. نحن لا نملك إلا أن نشكر كل هذه الجهود الطيبة للعتبة العباسية، ووجودها حقيقة وجود مؤثر ووجود واضح، نأمل بالمزيد من العطاء، وشكرا لكم. شكرا للعتبة العباسية على ما تقوم به. ما يقدمونه هو حالة يعني نفتخر ونعتز بها دائما وأبدا.